أول حاجة بدي أتشكر جامعة الدول العربية على التكريم، ووزارة الثقافة، والأكاديمية العالمية على هذا المجهود الكبير، وكل ناس تعبت علشان يقام هذا الحفل الكبير بمصر. ومصر دائما التكريم فيها له طعم مختلف، لأنه مصر كلنا بنعرف مصر، لما نقول مصر، مصر الثقافي، مصر الفن، مصر عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم والعظماء اللي نحن ربينا على الفن بتاعهم. فلما بتتكرمي بالبلد دي بتحسي في قيمة للتكريم، ودايما في مسؤولية بنفس الوقت. بتمنى أن أكون أنا على قد هيدا على قدر هذا التكريم، وأكون على قد هيدي المحبة اللي عم تعطوني إياها. مصر لها فضل كتير كبير علي من بداية مشواري الفني لغاية اليوم، من أوائل التسعينات لغاية اليوم غنيت بأهم المسارح، بأهم المهرجانات، بأهم يعني ما فيش مكان في مصر ما غنيتش فيه. كان دايما المصريين غمريني في حبهم وعطفهم، فيا رب تكون دايما عند حسن ظنكم، والله يقدرنا نكمل هيدي المسيره. ما بقدرش اشرح مدى المحبه اللي بحسها الاب لاولاده، يعني قد ما اتكلم قليل، وانا اعرف كل حد عنده اولاد بحس اللي انا بحسه. اولادي قطعه مني، وهن عمري، هن مستقبلي، هن بشوف فيهم المستقبل وبكره والغد. فالله يقدرني يكون انا بشرفهم بكل حاجه بعملها، والله يعطيهم العمر الطويل، ويقدروا كمان هم يشرفوني بكل حاجه هم هيعملوها. صراحه شرنوبي مشوار طويل انا وياه، صراحه شرنوبي فنان كبير من مصر، فنان بيستحق التكريم. انا كان في الي معه اكثر من عمل وعشره عمر، وكان الي الشرف اني اشارك بهذه الليله باعمال واغاني من الحانه. واتمنى التكريم يعني يكون كمان مش بس، يعني طبعا انا بتشكر السعوديه وهيئه الترفيه على هيدا التكريم اللي عم يعملوه، عملوه للموجي، عملوه للسباطي، لفنانين عظماء من بلادنا العربيه بيستاهلوا التكريم. وفي انا من الاسماء اللي اقترحها دلوقتي بقول حسن ابو السعود الله يرحمه، صح، علشان انا كمان اتعاملت معاه باكثر من لحن، واتمنى يتعامل ليلي لحسن ابو السعود، لانه كان فنان سابع عصره، فنان عمل نقله نوعيه للغنوه المصريه وللغنوه العربيه. في اعمال جديده، وفي مصر وفي لبناني، قريب حتسمعوا اعمالنا وحفلات. شوف في برنامج بقالك مع رامز جلال مثلا، ما بتحبش الجو ده؟ انا طلعت معاه بقالي قديم. لسان طيبين.